هذه المؤسسة فيها توتر لدام أكثر من 7 سنوات والحال ما يزال عليه. شفنا هذا السيد من اللي يسير غير بدا السير ديالو، هذا السيد هذا اللي جاي حرب فساد، الغرض ديالو هو جا باش يتعسف وباش انه بحال كانت عنده واحد مهمه ديال يربي الفاعلين. جا بدا بالموظفين عامهم تياكلوا في العصا، خرجوا الموظفين اضرابات، والمشكل انه لقاو نقابات ضعيفه انه تغلبوا واستطاع انه يدير ديك فرق تسول. من بعد سنتين من المهمه ديالو اللي داز ثاني الاساتذه، بحال جاي السيد جاي باغي غير يربي، ومشى كيدير استجوابات وبدا تيقول شي كلام بحق الاساتذه، انه جيت انا ملي جيت انا بديت فيقتهم كانوا ناعسين وانا اللي درت حيد دي ماستر وانا اللي ودرت. كاين شخصين بحال الهياكل ما كايناش، كاين شخص. الكليه اخترقت ملي تنشوفوا التسجيلات شكون تيكون. هما داروا واحد المنطق ديال الاستبداد الداخلي ولد الدار يتحقر، ولكن على المستوى الخارجي كاين التلميع، دايرين الناس ديالهم اللي مخدمينهم اخطبوط اقتصاد المصالح والمنافع. كاين دابا كتلقى الجهوي ساكت، واش المكتب النقابي الجهوي ما عمره دابا 8 سنين ديال الفاعل الجامعي تيقول في العصا؟ عمر المكتب الجهوي ما دار 8 سنين بيان. هذا الفيديو يعتبر كفضيحه، شفنا جرائد كثيره وانه تداول بواحد طريقه كبيره، ان الناس استغربت من هذا، من ان الكليه الحرم الجامعي اللي فضاء للعلم، الاشعاع العلمي والمعرفي، خزانه ديال الرقص وديال صافي ديال راه خطير، خط احمر. كما تعلمون هذه المباراة الرابعة ديال لشغل منصب عميد كلية الحقوق بمحمد، حيث أنه تم إلغاء هذه المباراة 3 مرات. اللي نبغي نوضح اللي خطير أن المحطات المسطرية كتكون فيها خروقات، يمكن المحطة الأولى يقدر يكون فيها خروقات ديال فتح باب الترشيحات، أنا نددت بها. ملي كتقول لي شنو هما الجرائد اللي علمتوا على المباراة، كنلقاو الجرائد اللي ما كتقراش وكيمشيو لهم، علاش؟ باش تبقى المعلومة ما كتنتشرش، كيبقى العدد ديال المرشحين قليل، لانه كاين كيراهنوا على مرشحين معينين.